إطار السياسة الجديدة للمغرب في موضوع الهجرة وبعد العملية الاستثنائية التي قام بها المغرب بتسوية أوضاع عدد من الأجانب الذين كانوا في وضعية غير قانونية، يطرح اليوم علينا في المغرب جميعا كمؤسسات وكمجتمع مدني عملية إدماج هؤلاء المهاجرين الذين سويت أوضاعهم في المجتمع المغربي، لأن بتسوية أوضاعهم ستكون لهم مجموعة من الحقوق كما ستكون عليهم مجموعة من الالتزامات. في هذا الإطار قامت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان اليوم بلقاء تواصلي مع الأجانب الذين سويت أوضاعهم هنا بمدينة خريبكة، حيث تم الاستماع إليهم وطرح عدد من القضايا التي تهمهم في حياتهم اليومية، كما طرحنا بالنسبة لهم طريقة التواصل معنا من خلال المؤسسات ومن خلال المجتمع المدني. نتمنى أن يستمر هذا التواصل بيننا لحل كل المشاكل التي تطرح، لأن المهمة الآن بعد تسوية الأوضاع هي الإدماج، والإدماج عملية تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى جهد وإلى يعني تضافر جهود جميع الأطراف، لأنها ليست عملية سهلة. شكرا. السلام عليكم، أنا مواطن سوري، اسمي بكبور منان، عايش في دولة المغرب العربية المتحدة، ونحن دايرين واحد تواصل بيننا وبين الشعب المغربي، كندير هذيك المبادرة الإنسانية، وهذه المبادرة اللي عطانا يا سيد جلالة الملك محمد السادس الله ينصره. نحن قائمين بهذه المبادرة باللجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني بالتعامل الإنساني، تندير تواصل بين الشعب السوري والمغربي. ما عندنا أي مشكلة، ما كنحس نحن كمواطن سوري ولا مغربي ما كين فرق بيننا وبينهم، ونحن بهذه الحقيقة قايزين بهذه المبادرة الإنسانية. نحن فرحانين في هذه المبادرة الإنسانية والأخلاقية، ولبعض المسائل يطرحونا نطرح لهون، وكاين بعض اللقاءات كندير بين أخواننا السوريين والمغاربة، واللي كاين مطلوب نحنا كندير جهدنا كنحنا السوريين ندير تضامن اجتماعي مع الأخوان المغاربة، ومهما كلف الأمر نحنا لو كان شيء مطلوب منا من جهة السلطة المحلية ولا الأمنية أخذنا هذه البطاقة اللي نحن فيها دابا قايمين بهذا العمل، العمل الإنساني، عمل نشاط. لو كان لأخواننا السوريين اللي هون أي شكاوى أي مبادرة باين قدمون للجنة حقوق الإنسان، موجودين هذول الأخوان المغاربة واللجنة حقوق الإنسان موجودين معنا، ونحن قايمين بهذا العمل. ونشكر السلطة المحلية وسيد عام الخريبقة أعطانا هذه الفرصة قايمين فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام على الرسول مصطفى الأمين، سيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، سيد ممثل جمعية الإخوة السوريين، الأخ المنسق الإخوة السورية القاتلين بمدينة خريبكة. بداية باسم النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية كنوجه تحية الأخوة، تحية العروبة، تحية الإسلام إلى جميع الأخوات والإخوة العائلات السورية اللي كتقطن في المغرب بشكل عام واللي كتقطن في مدينة خريبكة بشكل خاص. لا أخفيكم أخواتي إخواني، أنني كنحس بألم عميق من جراء الوضعية اللي كيعيشها هذا الشعب السوري الأبي، واللي كنتمنى قبل ما نتكلم على مسألة ما يمكن أن تقدمه النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لكم في إطار مساعدة أبنائكم وبناتكم على متابعة الدراسة والتعليم، لأن مسألة أساسية بالنسبة لكم وبالنسبة لنا جميعا، هو أنني كنتمنى في من الله سبحانه وتعالى أن يعجل بتسوية الأوضاع في هذا البلد الشقيق، حتى إذا بقيتوا في المغرب مرحبا بكم، فأنتم هم الدار
وحنا هما الضيوف عندكم، وإلى تحت الظروف بعد تسوية الأوضاع ورجعتوا للبلد ديالكم البلد الشقيق، كنتمنى أنه في أحد يوم من الأيام أننا حنا اللي نكونوا ضيوف عندكم في سوريا في إطار رحلة تعارف وتلاقي إن شاء الله. إذا أرجع صلاح واحد المكتب كاين في النيابة الإقليمية اللي هو مكتب كيتسمى مكتب التخطيط الترباوي، أن العديد من الإخوة السوريين جاؤوا عندنا للنيابة ديال وزارة التربية الوطنية، وهناك بعض العائلات السورية منذ بداية هذه السنة أنهم مسجلين وليداتهم بنياتكم وليداتكم في بعض المؤسسات التعليمية. باش ما نطولش عليكم، لأن في الحق هذه الجلسة الأخوية باش يمكن نخرجوا منها بنتائج مثمرة، أننا خصنا حنا نتصنتوا لكم أكثر، مش حنا اللي غادي نقول لكم شنو. فاللي كيمكن نقول لكم هو أن النيابة الإقليمية راهنا إشارتكم لحل جميع المشاكل اللي ممكن تعترض متابعة دراسة أبنائكم وبناتكم حسب الوضعية ديال كل عائلة، سواء في المرحلة الابتدائية يعني الأولى، أو في المرحلة الوسطى المرحلة الإعدادية، أو في المرحلة الثانوية. إذا كانت هناك يعني بعض الشباب أو بعض الشابات اللي ربما كيطلبوا يلتحقوا بالتعليم العالي، فهناك مسطرة أخرى. إذا دون أن أطيل عليكم، نحن رانا إشارة لحقوق الإنسان عن طريق الأستاذ السراوي، عن طريق جمعية اللي كتنسق ما بينكم وما بين الجهات والمصالح والمصالح كلها، أو أنكم تجي مباشرة للمندوبية، تسول على المندوبية لوزارة التربية الوطنية، راهي قريبة من هذا المكان اللي كنتواجدوا فيه. وباش التدخل، أود أن أتقدم بالتعازي الحارة إلى الأسرة السورية، الإخوة بالجالية السورية في وفاة المرحوم مصطفى أطلسي، اللي هو كان من الإخوة اللي تزوات وضعيتهم. إذا تعازي باسمي واسم كل مكونات المجتمع المدني وباسم الإخوان التي ترعى حقوق الإنسان بالجهة. بادئا ببدء، أود أن بغيت نقول طرفيا نزيد نكمل اللي قال الأستاذ بصراوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان. موضوع هذا اللقاء تواصلي، نحن نتواصل، وبالتالي حينما نتواصل أكيد ستطرح المشاكل وستلقى الحلول، سنلقى الحلول إن شاء الله بإذن الله وفق واحد المقاربة تشاركية، أننا غادي نتشاركوا في حل هذه المشاكل. هذا اللقاء التواصلي أصغر عنده واحد الأفق، واحد الهدف معين، اللي هو أن الجالية السورية بصفة عامة في المغرب وخصوصا في المنطقة ديالنا في خريبكة وفي الجهة ديال خريبكة ديال الأزيلال، كنتمناو أن يكون واحد الاندماج تام، على أساس أن حتى شي أخ أو أخت سوري ما يبقاش يحس براسو بأن عنده جنسية من غير الجنسية المغربية. نعم هو سوري، ولكن يحظى بجميع الحقوق التي يحظى بها المغاربة، وله نفس الواجبات التي هي على عاتق المواطن المغربي. إذا هذا اللقاء هو لقاء تبادل الرؤى، لقاء عرض القضايا، ولقاء لحل بعض الإشكالات التي تعترض الإخوة والأخوات السوريين في الحياة ديالهم. أنتم مغاربة، لكم نفس ما يتمتع به المواطن المغربي اللي عنده الجنسية المغربية. إذا كنتمنى أن هذا اللقاء سيثمر من خلال عرض القضايا مرافقة المجلس الجهوي لحقوق الإنسان، الذي أنا شخصيا أعتبره حامل لمهمة هي الدفاع على الجالية في كل القضايا وبكل الحمولة ديالها. وشكرا لك. أنا سوريين، نتكلم عن المعيشة في المغرب. أولا اسمي مصطفى محمد نوحو. أولا نشكركم ونشكر المندوبي، وأشكر جميع السلطات المكلفين في أجانب أو سوريين أو أي إنسان مهاجر من بلاده. نطلب طلب كبير، دفتر رميد ابتدائيا، دفتر رميد على حساب الصحة الولاد والكبار والصغار. كنمشي على المستشفيات على المشافي المغرب
ما في ما عندنا جهه تندخل على السبيطارات، ما عندنا جهه تنخلص صيدليات، ما عندنا امكانيات تنخلص هذوك الراشيتات، عم ياخذ نص الراشيت عم رجع نص الراشيت، هذا الشيء ما ينفع. ثانيا بالنسبه للسكن، كل اي سوري يقول لك انا عايش وما عايش، معيش عايشين اكلين شاربين، ولكن الوضعيه مثل ما كيقولوا كنديباني راسك. كلا فيه مصاري فيه خدمه ما كاينه، يعني متكفسين واحد كرفس، ما حد يقول لك انا خدام وانا عايش وانا لابس، احنا لابسين واكلين وشاربين وعايشين، ما كاين تفريقيه بينه وبين المغاربه والسلطه المغربيه، ما كتزيرنا معاملتهم معامل اخويه. يعني كنمشي بالشارع المغربي كمغربي كسوري مثل بعضه. ما عندنا شيء تفريقه، ندخل على الادارات مغربيه مثل اي مغربي. كان ندخل على الوكيل الملكي، كان ندخل على المقاطعات، كان ندخل على درك الملكي، كان ندخل على البوليس، اي مغربي اي سوري حال. ولكن الطلب الوحيد اللي نطلب من الشعب المغربي يساعدونا في هذوك الدفتر الرامي باش ما على حساب الصحه ديالنا. انا الوحيد جبت ابني من تركيا على الجزائر، من الجزائر دخلت المغرب وهو توفى ومات. يعني ضروري في اعتناء بهذاك الشيء. الاجنبي كان ندخل، دخلت على 20 غش، قالوا لي عندك امكانيه. ايش امكانيه؟ اذا 20 جرام دم ب 3000 درهم، بلاكيت ابيض 5000 درهم، منين انا غادي نخلص؟ انا منين غادي نجيبها؟ هاو لاكارتات ولدي، هذا ولدي وزوجتي ولاكارت ديالي الاقامه ديالي، هاو مرهونه بالفلوس بال 20 غش، هذا هاو التزامات ديال لاكارتات الاقامه ديالنا، هاو قربوا شهر ثلاثه بدنا نقدم على الاقامات. هاو لاكارتا ديالي بالسبيطار 20 غشت، يبغون الفلوس، ما عندي فلوس نخلصه. وشكرا للجماهير المغرب كامل، من الصغير للكبير، من السلطات المحليه والعسكريه وكل شيء، وشكرا لكم.